خليهم ما شاء الله. بمناسبة ذكرى 57 لنشأة وإنشاء البلدية، هذه اللبنة القاعدية في مؤسسات وفي هرم مؤسسات الدولة الجزائرية، اليوم نتشرف أننا مع السلطات المحلية في بلدية راس الميعاد. هذه البلدية ذات الطابع الفلاحي، وهذه البلدية لليوم أشرفنا على انطلاق وتدشين مرافق أولا شبانية وذات طابع اجتماعي وذا طابع صحي. اليوم بمناسبة العيد الوطني للبلدية تم تدشين 3 مشاريع، منهم ملعب بلدي اللي هو وضع في حيز الخدمة، والثاني هو مكتب البريدي والمذبح البلدي. هذه المشاريع منهم ملعب بلدي في صندوق الاف سي سي ال، والمذبح والمكتب في بي سي دي.